زي ما عودناكم مع اقتراب الاحتفالات بثورة 30 من يونيو كل يوم بنخصص ملف بنتكلم فيه بالتفصيل في صباح الخير يا وصل. النهاردة هنتكلم عن الثقافة وقصور الثقافة والمسارح وقوة مصر الناعمة اللي على مدار سنوات طويلة كانت غايبة. القوة دي ربما اختلفت تماماً على أرض الواقع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشفنا ده من خلال عدد كبير من الاستراتيجيات والخطط والمشروعات اللي تم تنفيذها في كل هذه المشروعات الثقافية خلال 9 سنوات. في الحقيقة 9 سنوات كانوا شاهدين على نشر الثقافة المصرية في الداخل والخارج، 9 سنوات كانوا شاهدين على بناء الإنسان المصري، على رفع وعيه، على تمكينه من القدرة على مواجهة كافة التحديات. صحيح مصطفى، يمكن يعني مش عايزين قوي يبقى كلام مرسل، عايزين نتكلم مع حضراتكم ايه اللي حصل بالظبط خلال ال9 سنين دول. هي زي ما كان مصطفى بيقول لحضراتكم، ملف الوعي الثقافي وصل لمراحل استثنائيه وقويه، مراحل قدرت انها تساهم في صناعه وعي المواطن المصري البسيط. وده ازاي حصل؟ على سبيل المثال شفنا لما وزارة الثقافة انضمت خلال السنين اللي فاتت للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف القيام بدورها في المسار التنويري وتطوير الوعي المجتمعي من خلال أنشطة فكرية ومعرفية وثقافية متعددة ومتنوعة. على سبيل المثال تنظيم مهرجانات الموسيقى والغناء بالمناطق الأثرية في عدد كبير من المحافظات، يمكن كمان في فعاليات أخرى كتير يا مصطفى. وفكرة انضمام وزارة الثقافة لمبادرة حياة كريمة نقطة مهمة جدا، لأنه في وقت من الأوقات كانت الثقافة كانت مقتصرة على فئة معينة أو على طبقة معينة. لو تفتكر كمان مسرح المواجهة كنا اتكلمنا عنه أكتر من مرة، إن إحنا يعني بنذهب بالممثلين المسرحيين وبطاقم العمل للقرى، وده ما كانش بيحصل. كان اللي عايز يتفرج على مسرح للأسف بيجي للعاصمة أو للمدن الكبرى. الكل ربما يعني يعتقد إن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة متعلقة بمد الطرق أو بناء المدارس، لكن ما يعرفش إن هي مخصصة أصلاً لبناء الإنسان المصري. الطرق والمدارس والحاجات دي مجرد مكملات. الشاهد في ده إيه؟ إن إحنا مثلاً في عام 2022 ملف الثقافة شاهد دور بارز جداً في قرى مبادرة حياة كريمة. إيه اللي حصل؟ تم إقامة 2000 فعالية في قرى هذه المبادرة، وده تم في نطاق 12 محافظة تم التعاون فيها مع وزارات التنمية المحلية، وزارات الشباب والرياضة، التربية والتعليم، مجالس زي المجلس القومي للمرأة. الكلام ده كله حصل في عدد كبير من القرى المصرية. الورش الفنية والحرفية شملت أيضا اهتمام بالمرأة والطفل والشباب، وكان في صناعات كتير زي تعليم صناعة الخزف، تعليم فنون الخياطة، الفنون التشكيلية، الخط العربي، الحفرة على الرخام، واكتشاف الموهوبين في عدد كبير من المجالات الفنية والأدبية. ده غير طبعا زي ما كنا بنتكلم العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية، بالإضافة لتزويد عدد من المكتبات بإصدارات الوزارة. ده بالإضافة لمسرح المواجهة والتجوال اللي أقيمت فعاليته في البيت الفني للمسرح عشان يقدم ليالي مسرحية في 20 محافظة على مستوى الجمهورية. ومش عايزة كمان أنسى مسابقة الدولة للمبدع الصغير اللي بتقام كل سنة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وشهدت طبعا المسابقة دي ظهور جيل مبدع وموهوب من الأطفال في كل المجالات. وإحنا دايما بنتكلم يا مصطفى إن إحنا محتاجين دايما في مصر يكون عندنا أجيال كتير، وممكن صف أول وتاني وتالت من الموهوبين والمبدعين زي ما كنا متعودين طول عمرنا. احنا بنتكلم مصر طول عمرها عندها فنانين كتير جدا هم سفراءها بالمناسبة لكل الدول العربية أو لكل الدول بشكل عام. يبقى عندنا بقى يعني حقيقة تاريخ أجيال كبير جدا يعني في نقطة الفن والثقافة دي. تاريخنا الحقيقة مليء يا مصطفى، بس جينا في وقت كان عندنا مشكلة تجمد وتكلف. صحيح، كنا محتاجين دايما يكون في وشوش كتير. لا، وخليني برضو أبقى منصف، قبل ثورة 30 يونيو أكتر وزارة حربت بالفعل كانت وزارة الثقافة. وحتى لو نفتكر كويس إن كان في وقفة للمثقفين والفنانين وطلعوا فيها من قدام وزارة الثقافة، وكان في تنديد كبير لأن كان في تجميد سواء للأوبرا والمسرحات يعني النور. الثقافة والنور هي الوعي، ما لوش علاقة بالظلام. غيبت الوعي خلاص، أقدر أملى دماغي اللي قدامي بأي فكرة أقدر أدخلها في دماغه بمنتهى البساطة بمجرد إن الوعي غاب. صحيح، هو الظلاميين لا يحبوا النور، وده نور الثقافة، وهم المفرخة اللي هتطلع شباب صغير، فنانين صغيرين، أدباء صغيرين. صحيح. كل بقى ألوان الأدب والفن والموسيقى المصرية هتطلع من خلال هذه الورش وهذه الفعاليات.
في الحقيقة ملف الثقافة ده شهد مجموعة كبيرة جدا من المتغيرات خلال السنوات اللي فاتت. كل هذه المتغيرات متغيرات إيجابية طرأ عليها حالة الإبداع اللي حققت مبدأ العدالة الثقافية. الحالة دي تمثلت في إطلاق عدد من الأنشطة في عدد كبير من المحافظات زي مشروع المسارح المتنقلة. المشروع ده وصل الخدمة الثقافية لعدد كبير من القرى والنجوع، وتضمن يعني على سبيل المثال معارض كتب، تضمن اكتشاف مواهب فنية، تضمن عروض فنية وثقافية، تضمن تدريب على الحرف التراثية. بمعنى آخر بقى عندنا مجموعة كبيرة جدا من الفعاليات بتحصل في القرى المصرية. احنا النهاردة مخصصين يومنا النهاردة على هذا الحديث بصحبتنا الدكتور أحمد مجاهد، هيكلمنا في هذا الملف بالتفصيل في آخر ساعة من ساعات صباح الخير يا مصر. صبح عليكم مرة تانية، صباح الفل عليكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.